من الطبيعي جدا في هذه الدنيا أن تفوتك بعض الفرص ويحترق قلبك عليها. أطفئ هذا الحريق في قلبك بقول الله جل وعلا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. تتنزل عليك رحمات المولى بقدر إحسانك إلى الخلق. يقول سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. مما يدفع العبد إلى سؤال الله حسن الخاتمة والسعي لها قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يبعث كل عبد يوم القيامة، يبعث كل عبد على ما مات عليه. نسأل الله حسن الخاتمة. بعيدا عن مطالب الدنيا، الشهادات، المناصب، الأموال، أروع أمنية وأعظم مطلب أن يختم لك في هذه الدنيا بخير. يوسف عليه السلام دعا ربه فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يسعى أحدهم إلى تشويه صورتك وإسقاطك فلا يسقط إلا هو، ولا يزيدك تشويهه إلا علوا وثباتا. يقول سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. من سنة 1980 إلى عام 2013 قتلت أمريكا ما يقارب 8,800,000 مسلم في 26 دولة. فمن الذي يرعى الإرهاب في العالم؟ عاهد نفسك ألا تتكلم عن مسلم بسوء. حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار أقواما يأكلون الجيف، فقال: من هؤلاء جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. من المشاهد التي رأيتها نوع من أنواع الطيور دائما ما يأكل الطعام الذي بين أسنان التمساح ولا يصاب بأذى. إذا رأيت هذا المشهد أرح قلبك، مهما تعسرت الأمور فالأرزاق محسومة. الناس يكرهون من يعاملهم باستحقار واستعلاء مهما عظمت مكانته في قلوبهم. عند أحمد والترمذي وغيرهما يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر دخل الجنة. التسبيح يمحق السيئات. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح أنه كان يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة، فقيل له: ما لك تكثر؟ قال: أسبح على قدر ذنوبي. فائدة: لا تبخل بمشاعرك الطيبة تجاه من تحب. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلنه، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. فائدة: من أكثر الأمور التي تفسد أعمالك الصالحة سوء أخلاقك مع الناس. ورد في حديث يحسن بعض العلم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. من وفق إلى أن يرفع يديه إلى السماء لن يخيب. عند الترمذي وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم ستير، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. كثيرون يدققون في نوايا الناس والخصوم ويرفضون بتاتا التشكيك في نواياهم ومقاصدهم. في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. الأوجاع والمصائب إن صبرت عليها فأنت على درب من دروب الجنة. امرأة توفي لها 3 أبناء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد احتميت بحلم عظيم من النار. ينبغي أن نترفق في كلماتنا وأفعالنا تجاه الآخرين. قلوب الناس والله إنها مليئة بما يكفيها. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. سمع صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك، فقال: أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال ذلك الصحابي: لا نعدم الخير من رب يضحك. إلى المتخصصين في جرح القلوب: اشتغلوا بإصلاح عيوبكم واتركوا عباد الله. في الحديث عند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. بعض الناس عبارة عن بركة تسير على الأرض بخلقه الحسن، بتودده إلى الناس، وهذه نعمة من الله عظيمة. ولذلك قال عيسى في معرض ذكر منة الله عليه، قال: وجعلني مباركا أينما كنت. من الإيمان أن تحزن على فوات الطاعة. قال الله عن بعض الصحابة الذين عجزوا عن المشاركة في غزوة تبوك والإنفاق: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا. إذا تكلم الناس عنك بسوء فأنت بين أمرين: إما أن يكون الكلام حقا فتصلح من نفسك، وإذا كان الكلام باطلا فقل الحمد لله، حسنات ساقها الله إليك بدون تعب. من علامات الخائب أن تراه شديدا غليظا على الناس،
في حديث أسامة بن شريك يقول صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. من خلال التجربة في وسائل التواصل تويتر وإنستغرام وجدت أن أفضل رد على الإساءة تجاهلها، ولذا قال سبحانه في صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلاما أي إعراضا وصفحا. طعن الناس فيك لا يضرك أبدا إلا إذا اهتممت به وألقيت له بالا. أحد الأعراب قام يسبه رجل سبا مقدعا فقال: إياك أعني. قال الأعرابي: وعنك أعرض. أن تملك نفسا طيبة باسمة راضية ترى خير لك من المال والمنصب. أذكرني قرأت حديث عند ابن ماجه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وطيب النفس من النعيم. أحيانا يأخذني تخوف من أمر مستقبلي فأتذكر مقولة ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فائدة هذه المقولة: عش في حدود يومك تسقط هذه الأحزان كلها. الواحد منا ما يطيق أن ينظر إلى إنجاز الغزة عبر الإعلام، فما بالك بمن يعاينها مباشرة. نسأل الله الفرج والنصر العاجل لهم. لو أهدى إليك رجل درة هل يهمك من الذي أخرجها من البحر؟ كذلك النصيحة، اقبلها انتفع منها ولو كانت من أي أحد من الناس. فائدة: أطفئوا لهيب المعاصي الذي تجدون في صدوركم بالإكثار من الصدقة والإنفاق. في مسند أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. في صحيح البخاري يقول جرير بن عبد الله: ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا ضحك، وفي رواية: إلا تبسم. حين تبتسم أنت تظهر للناس صفاء نفسك وطهرها. إذا أردت أن يلين قلبك خذ هذه الطريقة المجربة والثابتة في السنة. قال صلى الله عليه وسلم لرجل: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الإنسان إذا رفعه الله بعلم أو جاه أو مال فلا ينبغي له أن يترفع على عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عبد الله بن أبي أوفى كان لا يأنف لا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكينة فيقضي لها الحاجة. إذا ساءتك زلة صاحبك فتذكر ما سرك من حسناته. قال المتنبي: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوف. وقيل قديما: تناسم سأوي الإخوان يدم لك ودهم. في غار مظلم وضيق قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذا ضاقت عليك نفسك بهموم الدنيا وأحزانها ترى مع الله كل شيء يتسع. الإنسان السمح الهين اللين ينال أولا رضا الله وثانيا كثرة محبيه. في الحديث عند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. المؤمن حسن الجواب طيب الرد. قيل للعباس بن عبد المطلب: أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر ولكني ولدت قبله. يعرف قيمة العافية من أسهره المرض. زيارة المرضى تجعلك تدرك قيمة هذه النعمة التي عندك. صح من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. مظاهر الرزق ليست محصورة بالمال أو الوظيفة فقط، صحتك من الرزق الواسع. كم ثمن نعمة البصر، نعمة السمع؟ انظر في نعم الله المثبتة عندك لتدرك أنك من الأغنياء. حتى تدرك نفاق هذا العالم الدولي تأمل إليه حينما يضج على حادثة فرنسا ويسكت عن آلاف القتلى من المسلمين. دماؤهم دماء ودماؤنا ماء. إذا أحسنت إلى مخلوق في الدنيا حتى ولو كان حيوانا فالنتيجة إحسان الله إليك في الدنيا والآخرة. قال صحابي: يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. هل تظن أنك ستمهل حتى تقضي معصيتك؟ أنت واهم، قد تخرج روحك الآن وأنت تفعلها. يقول سبحانه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. العبد المؤمن يطمع أن يكون قريبا من الله من فضله من إحسانه من رحمته. قال عليه الصلاة والسلام لأم عائشة: يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة.